تخرج من الطريق ووقف التصوير. ليش؟ شوف نظمك. ها يلا تمام. يلا قولوا يلا. ببراءة يحذرون المصور من القناص، ذلك المترصد بهم المتسبب برعب دائم أثناء ذهابهم وإيابهم من وإلى المدرسة. هم يعلمون بأن القاتل المتمركز حاليا في تبة القارع بالدفاع الجوي والتابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع لا يفرق بين طفل أو كبير أو طاعن بالسن، كما لا يفرق بين مدني ومقاتل. مع كل خطوة متسارعة لهم للأمام يريدون العودة خطوات للخلف، فلا أمان لهم هنا. حتى صغر سنهم لا يعفيهم من رصاص القناص ومباغتته لهم لأخذ حياتهم. المغامرة المحفوفة بالمخاطر والهروب المستمر من الموت لا يمنعهم من طلب العلم والالتحاق به. بسبب القناص والقذف القذائف مستمر علينا، والقناص مستمر علينا ماذا بشكل مستمر، القناص واصل ومن الملاقي، والآن تبعنا ما نستطيع نخرج. الخارج عندنا صعب، والطلاب عندنا يخرجوا بشكل صعوبة عندنا. أما الأسر الساكنة في هذه المنطقة عنصوة، واحدة من أخطر مناطق مدينة تعز، يفتقر أهلها لأبسط مقومات الحياة، والكثير من منظمات الإغاثة لا تستطيع الوصول إليها. لم يجدوا بديلا من حفر هذه الخنادق الصغيرة لحمايتهم وأطفالهم من خطر استهدافهم برصاص مقاتلي الحوثي والمخلوع المتربصين والمستعدين لقنصهم. يقضون معظم وقتهم في التسلل عبر خنادقهم الأرضية هذه، يحاولون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والاستمرار في العيش.